Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin maşibar sandikili huşu yeri Allah tebareke ve teala tudvama gitu. Allahümme ahillahu aleyna bil emni vel iman ve selameti vel islam ve tevfiqi lima tuhibbu ve terda. Rabbuna ve rabbuka Allah. Arik rivayetun mazid. Rabbi ve rabbuka Allah. O Allah aman, iman, selamet, İslam. Bana hem garib Allah tüm tevfik do. Endilla maşbano. Subhanallah ra. Doş din hazar. E mübarek din yine mazayir fonsi gey. İnnehel eyyamul aşr al mübareka. Doşan din bişi kıymet vela din. Khundilla kıymet vela bule hulil. Avvalan. Allah tebareke ve teala yin. Sergua maş hurmut vela maş ol bana yedid. Hentu budutu edinin hurmut vela din ol. Hendilla mı bayan ol. Mekka dasıda manuş ol khas guri. Medine dasıda manuş ol khas guri. Heram or zagat asıda manuş. Dino hurmut vela. Zobino hurmut vela. Allah tebareke ve teala yedvari din. Ziyanni gidiye İslam din. Yalu hurmut vela. Hayat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ek hadis et farmadı. Kullul muslimi alel muslimi haramun damuhu ve maluhu ve irdu. Hadis sahih hadis Bukhari şerif ve Müslim şerif ve hadis. Her Müslüman Allah arak Müslüman ar. Hun haram. Mal devlet haram. İzzet haram. Edoş dinin min eşhuril hac. Allah tebareke ve teala Kur'an'ın mazı farmadı. El haccu eşhurun ma'lumat. Hazar dinol, hazar maşol. Hindu budu doş dinin o. Hindinle doş dinin. Allah tebareke ve teala egzaka mazı kir gördü. Li yeşhedu menafi'a lehum. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ مفسرون ذكر قرديد الأيام المعلومات دينين الدينين من شعائر الدين العظيمة الله يهديك زكاة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب زر قلوب مز الله تبارك وتعالى دراسي تقوى سي ما نشبيه الله تبارك وتعالى قيم التاقيم التادينون أمرون حامون إينو رتعظيم قرية رزيبو دوش دينين اندلا دينون ذات زدين الله الله تبارك وتعالى قسمها القرآن شريف المزيد والفجر وليال عشر بيش باك علماء ولي أكثر علماء ولي هو زدي ليال عشر مانين دوش دين هزار التاريك لذي دوش تاريك فان خلوك بايزي زهنو تندلانة دولين الله يخد ليال عشر اندين منشي بوزيد دي ليال ماني ليلة ليلة ماني رات ona rahat darare hazar doş din ede zikir ede rahat endilla hunu ki zehna mada indi saat dolir naam Allah tebarek ve teala Kur'an şerifin mazid endilla arak zaka maz zikir gucci arabi zabanın mazi o rahat leyl buli hoy zikir o murad din o itvarir hedalla buli Allah yehob dek zaka mazid خد الحمد لله الله تبارك وتعالى ثلاث ليال سوية تين رايت اونر نظر مزيب لكن مراد تين دين هذا الله رجع قصدي ثلاثة أيام إلا رمزا دش دينين الله الحمد لله قيمة بلهولين رسول صلى الله عليه وسلم صحيح حديث ما زفر مدي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر
فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ترمزي مزين حديث الأصل قد جاء بخاري شريف مزين هنو خام هنو عبادات اون دین مزه غریب دین ادین ارفوان نو ادین مزه غریب دین ارفوان نو که انما میزان را اک فال دم مزه دینال دیده اولی بسر را دینال دیده اولی ار اک فال دم مزه احازر دوش دین دیده اولی حازر دوش دینین باری بو که انما میزان مزه اک فال دم مزه دی ار بسر پی عبادت بجی دین دیده اولی ار اک فال دم مزه ای حاضر تاریک لطی داشت تاریک ما زی بعد گریم دین دی دولی ای داشت تاریک ریم باری بو وزن بو الله تبارک و تعالی این دیلا قدر دی هد الله خودن علما و نه های زده هن دیلا فرا بصر ما زی حاضر تاریک لطی داشت تاریک ار فوان خانه دین نی سبحان الله این وزن الله تبارک و تعالی دی دی او بیان اون اونا را کنشیس خیال کجی صحابه ولی کی سوال کرد جدی نبیرد ولر جهادو فی سبیل الله یا رسول الله دوش دینین ارفوان جهاد دوی نفره دوش دینین ما ده عبادت گری و ده عبادت دین ارفوان جهاد دوی نفره جهاد رسول که کرد جه یا نکن فنونا اک مت خدا من شایر خود یا رسول الله آره این خود حمد های دو دین زهام جهاد ارفوانه رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایتر نفری بین ہوئین ارکمت تو آئی رہت دیا رسول اللہ این حدن حمد حید دین جیہاد رفوانے بود حمد اللہ نفری بین ارکمت تو حد دیا رسول اللہ آرارے این اکر حمد حید دین زہام جیہاد رفوانے بود تیرا نبی حد جیہاد رمیسال گن لو آگے مثل المجاہد فی سبیل اللہ مجاہد رمیسال اگوا مانوش اللہ راستا مدد جہاد گریب اللہ باری دین لیعلائی کلمت اللہ اللہ تبارک و تعالی دین رین اون سوال مدد دلیب اللہ عزت دیب اللہ اللہ رے اللہ دین رین جہاد گریب اللہ باری دین مانوش ایبار مثال مثل المجاہدی فی سبیل اللہ کمثل اگوا مانوش مثال خوند اللہ السائم روزا رکی القائم تياد عبادت قرم مزيد نماز قرم مزيد القانت روزايو عبادتو خاندرو الله تبارك وتعالى القرآن تلاوت قرد حمد الله بآيات الله تلاوت قرر لا يفتر من صيام الشيناي روزا عكر عكر فوتي دين تياتي ناي تيا قرناي ولا صلاة نماز برد بولن وفرر حتى يرجع المجاهد في سبيل الله حديث مسلم شريفات زتو دي معنوش وي دين حرية جهادر أصلا مزي جهادر حمم مزي جهادر ميدان مزي قطو نيل ياري إلى أبار قرط أيفان حمد الله وقتين بقولون شبش قندا دين راتي خنوكي روزا راكي نماز بري عبادت بري قرآن بري فاريباني نفاريبان مجاهدر وزن حمد الله عجر حمد الله آن را گرم مزه دین رات عبادت گرفت مجاهد در حندی لقیمه هم مجاهد ادینی این رفوان فری و نفس الله دیت الله خود ول الجهاد فی سبیل الله آه به این مزدی حندی الله مجاهد ادینی این رفوان این فرد دوره تو لو بای آی لوی تو لوی کی بریر و الله فرا بصر مزه دینی این تو نر بالا نی تو ل ذکر گری فرا قرآن تلاوت گری فرا بالای خدا خوی فرا نصیحت گری فرا دعوت دی فرا ما بفر فرمانداری گری فرا اگر اگشتی رشته داری تلاش گری فرا صدقه خیرات گری فرا احسانی گری فرا زیتو دلیل دنیا یانم مزه بالای اسی زیتو دلیل بالای گری فرا دون ادون بالای مزه مومی کزاه فیسن وشو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هزر جابر رواية قرد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم فرمد
İnne afdal ayyami dünya ayyamel aşer. Fura dünyama zedun dinon asi. Zobin orvore. Zedun din asir rayt asir. Begulun orvore. E hazar doş din doş rayt in bala. رواه البزار وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم. وفي حديث ابن عمر حضرت عبد الله ابن عمر إيك حديث رواية قرد الرسول صلى الله عليه وسلم فرمت إيه ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر يتون رب على دين فصلنا دين نيو قيمت ولا دين نيو برو دين نيو زي دين ما دين الله يين فصن قرده محبت قرده الله ذكر قرن الله عبادت قرن يعني دين اين ما زي بيش بيش عبادت قرن الله يبشي فصن قرده بشي محبت قرين ترى النبي عراد حد الدين فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد بيش بيش لا إله إلا الله فرا بيش بيش الله أكبر فرا بيش بيش الحمد لله فرا حديث مسلم أحمد المزيد أو بيان أنا رخي القرآن رمضان أرماش ألين رسول صلى الله عليه وسلم يك حديث ماذا فرمت دي إذا جاء رمضان رمضان أرماش ألين فتحت أبواب الجنة جنة الدار زغل كلا وغلقت أبواب النار جهنم الدار زغل بندوغي أي بنوي وصفدت الشياطين شدنا كل رخرة مريفة لي حديث بخاري شريف ومسلم شريف الحديث أما دش دينينك شيطانو أزور أزاد تونيو أزاد زارز هوري فاري زارز هوري فاري زارورز زيتي فاري توري هت الله دينين بش قيمة الدين أو بيانو دينين قيمة بشي ده هت الله بل كو بيانو رسول صلى الله عليه وسلم طرفته و بشارت لو اکن بیشی برا بشارت لو نبی ایک حدیثت فرمد دید ما اهل مهل قط الا بشیر خونو من شید لا اله الا الله فجده لی ما نشی بالله بشارت اشید ولا کبر مکبر الا بشیر خونو قم انشاء الله اکبر فجده لی هی بالله بشارت اشید برا بشارت دید قیل بالجنة يا رسول الله كير بشارات جنة البشارات قال نعم جنة البشارات حديث طبراني مزيد شيخ الألباني حديث بحسن مقبول بلهي ورجاله رجال الثقات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حضرت أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مجلسه مجلسه زائرين بازار زائرين زوغاغ زائرين فاراز زائرين منشور تكبير فوريار فنائي توكي الله منشور تكبير غريب الله این فرصة زيارة حمالينو فريد دولين خن قيمت آر حرف الائر اتلا الله ياخدنا آر رين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مسارعه زیبات هر آگه هون زیبارین هر حتون را هون تیز بشید بالای هماری که اللہ یه گناه مغفوری بودی که وسارعوا الى مغفرت من ربكم وجنت عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين الله تبارك وتعالى جنة طياري وجد ده متقي بندوال الله هو متقي بندوال بيش بيش الله ركا يونا هو بيانون ام دلنا برد دينينا ركي استقبال وتام استغفارتون ربالاش اسمه ولذلك زوجة الله ينهض للمؤمن بندول ريد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ومؤمن بندول بقولون ملياري بقولون توبة قرا تولي فاسق منوش خرف منوش بها منوش بخشان حمد الله وفري بو او بين الاستغفار البشر بشي فايدة وال هذا الله الله تبارك وتعالى ين حضرت نوح عليه السلام ور دعوة در نصية در فصم غير قرآن ما ذكر وجده نوح عليه السلام قوم رخول دي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا او قوم
استغفار قرا الله تبارك وتعالى وفار يرسل السماء عليكم مدرارا زرر فره زر وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مَالْ دَوْلَاتْ وَيْسُوَالْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتْ بَعْدِ زَوَالْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا نهار فنين دولات يا سبحان الله و بین الاستغفار قرار الله تبارک و تعالی قولا مفغوری دیب الله الله تبارک و تعالی عرب بالای هم گوری فریب الله توفیق دیب الله والله يريد أن يتوب عليكم الله تبارك وتعالى أنا رجل مفجور جدا صادق سابقوا إلى مغفرة من ربكم زد بعد مسابقة حرقة هنا موسي بريد حرقة هنا الله رنا عزيز غوري فريد حرقة هنا جنة المرتبة برا لوي فريد وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون عند الله هم الله تنافس كرانا بلا همول البطرين ادينين مازل روزا راكون سبحان الله روزا راكب لي هولي خدون حتى لو ان خدون رسول صلى الله عليه وسلم ارزبنا خدون حاله لي ففي سنن ابي داود واحمد والنسائي عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم ركب به بيان غرد طبعا حافظ بن حجر العسقلاني هدى ببر مراد حضرت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها قالت تعي بيان غردهم لله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة يعني حضر ما شاء التارك لدين نتارك فالرسول صلى الله عليه وسلم روز ركته ويوم عاشوراء داش تارك محرم وثلاثة أيام من كل شهر فتي ما شاء تندين تندين روز ركته طبعا حديث با اكتريق على يرين خذون علماء ورزاي بلغي منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه أرك طريقة ليري حديث با صي بلغي أدد من بينهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه طيب أقوى حديث أرقوى حديث ليه وأخرج النسائي نسائي ما ذكر يدي عن حفصة أم المؤمنين حضرت حفصة أم المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعزر بوايه بيان قرده عند الله رسول صلى الله عليه وسلم ربي قالت أربع سرقانهم لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم سرقانهم زندق مزير نوديته كان يدير صيام عاشوراء دشتريك محرم رسول صلى الله عليه وسلم نوديته والعشر هزر التاريخ لدي نطاريك فان نوديته وثلاثة أيام من كل شهر وطي ما شدته تندين تندير رزاركا نوديته وركعتين قبل الغداء ضحى الله في المقابل أربع حديث حضرت عائشة رضي الله عنها تعير ويذكر الدين ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط أي رسول صلى الله عليه وسلم حضرت تاريك لدين وتاريك فان الدينين ومذر وذرك رسول صلى الله عليه وسلم رنوذك صيام العشر الرسول صلى الله عليه وسلم نورك حديث إباء مسلم شريف مزيد يهون اعتراض الدلوي دعا حديث مدفع زيد الرسول صلى الله عليه وسلم حضر ما شهر روزين ركك حضرت عائشة رضي الله عنها تعي مسلم شريف حديث مزيد بيان قردهن لله رسول صلى الله عليه وسلم روز ركك دعي نودك تولي عام مزيد اختلافيان حلق ريب الله بليرين حضرت ابن عزيمين رحمه الله تعي حردهن لله في شرح زاد المستقنع نقلا عن الإمام أحمد حضرت الإمام أحمد بن حنبل نقل قرد خد إن المثبت مقدم على النافي خنوك من شيء خنوك كان هم ثابت قد جده ثابت قد جده معنى شبر خطا لوازا
নবলি হদে নগরে হদি বা তোনারা সাবত গজি দিবারি আন লহাজা চলে যেতে নি হযরত উম্মে সালামা সাবত গজি হযরত হাফসা সাবত গজি সাবত অর্গান লহাজা ইয়ান হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল হদি কি আল্লাহ হাদিস মকবুল দেহে আল্লাহ হাদিস লহাজা দে হাদিস দে আল্লাহ একুলর হাদিস লহাজা একুলর হাদিস লহাজা চলে হদ দে আলহামদুলিল্লাহ এ দিনই নামাজ রোজা রাখন বালা কি আল্লাহ যে মানুষে সাবত গজি সাবত অর্গান লহাজা قال الشنقيطي ايضا حضرت محمد المختار الشنقيطي حفظه الله صيام تسع ذي الحجه مندوب بعضهم بل الرسول صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن خير لبدر عمل صالح بلهم ولا بدر روزا ركون الحمد لله رب حديث لوي حضرت ابو سعيد الخدري رضي الله عنه تعالى ويدرد من صام يوما في سبيل الله আল্লাহর ওয়াস্তে লিল্লাহ অনুগ্রহ মানুষে একখান দিন রোজা রেখে দেবে বাআদ আল্লাহ ওয়াজহাহু আনিন নার 70 খরিফা 70 বছর মানুষ ইবার আল্লাহ জাহান্নাম থেকে দূর করে ফেলা হাদিস বুখারী শরীফ আর মুসলিম শরীফ আর হাদিস সহিহ হাদিস ও আল্লাহ তুমি আরারে রোজা রাখি বল্লা তৌফিক দো ও আল্লাহ আরারে আর মা বাপরে আর হুজেন ধরে জাহান্নাম থেকে দূর করে ফেলো ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম আরব হাদিস নাসাই মাজেন হদ মা মিন আবদিন হন মানুষ হন আল্লাহর বান্দা ইয়াসুম ইয়াওমান ফি সাবিলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা রাস্তা মাজা আল্লাহ একদিন রোজা রেখে দেলে ইল্লা বাআদ আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল বিযালিকা আল ইয়াওম হে দুনিয়া লরে মানুষ ইবার আল্লাহর দূরে করে ফেলা হন্তু জাহান্নামত 70 বছর দূরে করে ফেলা ইল্লা বাআদ আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا صححه الألباني حديث نسائي مزي الحمد لله بابا همون ربطرين دين مزي خطو نماز والاسي رأيت مزي خطو نماز والاسي فرز نماز سنة نماز نفولي نماز دوحر نماز رتير نماز بتر نماز زيتور الله قريت يا الله راضي قريت فرو وقراءة القرآن إنه دينينو دش دينينو قرآن إك ختم ولا دي فارنا سونا دي ختم دي فلا عرب على يبو زور النماز ود أسر النماز ود مغرب النماز ود إشار النماز ود فزر النماز ود قرآن رجع برات قري عليه قرآن ختم دي فري ليه بشي بالعلم والإحسان إلى خلق الله الله يبقى فوائد وجد الله مخلوق الله مخلوق ولا ره إحساني قرآن سواء إنسانك أو حيوانك هندي الله بينه خاص قولي عرفات الدين روزة راكون يا الله إن شاء الله منتو أرى حلقات أي بدين أمدى عرفات الدين الله أرى تفصيل ويان قريم أدكي مختصر الصادق ويا رزي قريم صيام يوم عرفة عرفات الدين روزة راكون رسول صلى الله عليه وسلم حديثة فرمات دي إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده دو بصر القناة الله تبارك وتعالى ما في قريب أولي أري آي أمك قرير أشا قرير هند الله عرفات الدين مدى دوائب ما قال زي دوانيك رسول صلى الله عليه وسلم ويان الدين خير الدعاء دعاء يوم عرفة فورا بصر مدى عرفات الدين الدواتون أرى بلا دوانين بلا دينونين وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي আয়ু আর আগত নবিয়ল গিয় দিবে গুরুনে এ দুয়াই বা বেশি বালা দুয়া মাগে গিয়ে যে দুয়া তো নারা হন বালা দুয়া নাই لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أدوي بطن ربالن طبعا حديث بم مشهور متواتر ومع هذا آي بحسب رسالة الدين حديث إبا بخاري شريف ومسلم شريف فانوزا بل كحديث إبا ترمزي ملف عزيين امام ترمذي هو ده حديث با حسن يعني بشي برصي نوع حديث با موطا ما فازي ديو اصح الروايات قول فازي دي موطا ما دي اي مرسل يعني بيش باك حديث با صي درجة قوي درجة لفعنوزة ولكن حديث با مشهور ومتواتر بين الناس عرفات الدين الله تبارك وتعالى يخبر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بقيت مسألة رمضان بلا رمضان الأخير دوش دين دوشرت إن بلا ناكي حضر دوش دين إن بلا تولين
Honin Bala. Subhanallah Hazrat Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ta'i khaddihundillah. Wallazi yadhhar fi imtiyaz ashri zil hijja. Ashri zil hijja yinar. Bala diyan Allah da haza deyil. خود دینین مزید امهات العباد فازا نماز و طواف و حوز و دولم رایو قربانی دیایو متعین رایو بگلون فازا زندگی بگلون نکی رمضان مزید فانوزا طبعا خود العلماء والا خود دین و درائیتی سب گریلی دین و درائیتی سب گرین حضر دوش دینین بالا افضل ایام الدنیا خویدت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیش باق علماء والی ومنهم الشیخ المختار شنقیطی رحمه حفظه الله تایو حد دوش دین حضرین افضل ایام سنا فورا بسر ما دوش دینین اتونا را بالا نایم ارخدون علماء والی خودین فضر لطی مغرب دین حساب گلی حضر دوش دینین بالا مغرب لو دیارین رایت فضر فان حساب گلی رایتوری طول خود رمضان آخری داشت رتین بالا کی الله هد لیلت القدر است دهت الله طول باقی آرد مسلا عرفات و دین بالا نهی قربانی دین بالا این راکیدی ممر حلق الله خیلی انشالله الله توفیق دیلی قربانی مسلا هندیلا قربانی واجب نی نکی فرض نکی سنت مار الله دی فری نکی دین فری نیزر فارم مزه هم هدیه آفره نه که بار میکه دیتو سالی فاره نیم قربانی جواد مانوشی بایی سلحا دی فاره نیم نکحا دی فاره نیم این انشاءالله تفسیر استاد ذکر کرا زیبا که اللہ زید دینه که آئی خودون حلقات مزین مختصر مختصر ذکر کو جی خودون با اینجا تو بوزی تی کنا دکا گیو گوی او بوزی شندر گوری بوزی لوی نو فاره اللہ توفیق دیلی انشاءالله خلیه اللہ توفیق دیلی قربانی رو مسالا انشاءاللہ بیدنی اللہ ذکر گارا زیبو تو لازیان را فولا دین حضر مش اینر برخوت دین قیمت والا دین رحمت والا دین عجر والا دین اینر فولا دین بجبار ازیا اکتاریک حضر مشار سدوشو اکار شالیش مکه شریفتو اشیسین بیان گرازی الله تبارک و تعالی تو مگیدی او الله تو یار رحمش بالا خدا خوی بالا توفیق دو بالا حمیری بالا توفیق دو او الله جهنم تو عزادی فری بالا تو توفیق دو او الله تو یار گنار مافگری دو یار ما بفر گنار مافگری دو یار فوزین در گنار مافگری دو او الله تو یار رحمت کرو یار قوم روحانی از این زعات عصی او الله تو رحمت کرو یا الله یا الله تو یار رستور کرو یا الله یا الله تو یار ره سطر گرو یا الله یا الله تو یار ره اول آخره گنا مفکری ده ولو یا الله صغیره گنا کبیره گنا زانی کجی نبوزی کجی یا الله تو مت مفسای تو یار ره مفکری ده یا حیو یا قیوم سبحانك الله بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد واله وصحبه اجمعين السلام